حتى أن الطريف في الأمر أن هذا الدكتور عدنان إبراهيم يتحدى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية لمناظرة علنية كما زعم، وهذا والله من الأمور المخجلة والمضحكة من هذا الدكتور عدنان إبراهيم الذي ربما لم يعرف قدر نفسه وغرته دكتوراته، فأراد أن يناطح الجبال بقرون من طين. وأنا أقول له لا داعي لأن يناظرك العلماء الأكابر على وجه الأرض، لأنك لا تساوي شيئا أبدا، بدليل أنك يا دكتور عدنان تصف الله سبحانه وتعالى بالنقص وبالعيب، كما في مقطعك الذي قلت فيما معناه أن خلق الإنسان وخلق الحيوان فيه نقائص وفيه نقص، وهناك أشياء خلقت يعني خلقها الله سبحانه وتعالى ناقصة وفي غير مكانها. وضرب مثالا بالعين، قال دكتور عدنان هذه العين للإنسان وللحيوان فيها أخطاء كثيرة متفق عليها. من الذي اتفق عليها واتفق على أن الله عز وجل أخطأ في خلق العين؟ من هو الذي اتفق؟ وما هو هذا الإجماع الذي أجمعه أهله على أن الله مخطئ وأن الله ناقص في خلقه للإنسان أو لعين الإنسان أو للحيوان يا دكتور عدنان؟ وبعد ذلك تزعم أنك تريد أن تناظر هيئة كبار العلماء وأنت لا تعلم شيئا من كتاب الله عز وجل، لأن الله تعالى قال في كتابه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وقال الله تبارك وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وقال الله جل وعلا فتبارك الله أحسن الخالقين. بعد هذه الآيات التي لا تعلمها ولا تحفظها تريد أن تناظر كبار العلماء وأنت لا تعرف ربك ولا تعرف حتى توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون، علموا أن الله عز وجل خلق الخلق ولم يعب المشركون الأوائل خلق ربنا سبحانه وتعالى، ولم يزعموا أن فيه نقص، يأتي عدنان إبراهيم ويعتقد عقيدة لم يعتقدها الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول يريد أن يناظر العلماء. وصية القحطاني. لله قلوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.